بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول تخصص صناعات كهربية، أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا بيتنا مدرسة. سعيد جدا أنا معكم النهاردة إن شاء الله، هنكمل سلسلة حلقات مادة أساسيات الهندسة الكهربية إن شاء الله مع بعضنا. اتعرضنا في أجزاء أجزاء سابقة للدائرة الكهربية، وعرفنا إن الدائرة الكهربية دي عبارة عن مجموعة من المكونات اللي احنا اتفقنا مع بعضنا كده عشان نمسك مكون مكون. قعدنا نتكلم في الاسلاك، وقعدنا نتكلم في المنابع، وعرفنا ان المنبع عندنا منبع تيار متغير ومنبع تيار مستمر. اتنقلنا على الحاجه اسمها الحمايه والوقايه، واتفقنا ان الدائره الكهربيه في اي مكان لازم يكون فيها حمايه، ولازم يكون فيها وقايه، ولازم يكون فيها تحكم. اللي هو المفتاح اللي بيفتح اللمبه وبيقفلها دوت، ده بنسميه اجهزه الحمايه والوقايه والتحكم. اتعرضنا بعد كده لحاجه مهمه في الدائره الكهربيه، تعريفها نفسه كدائره كهربيه. قلنا هي مسار مغلق عشان التيار يعدي ويتنقل من مكان لمكان، لازم يمر بمرحله ان الدائره دي لازم تكون مغلقه على نفسها. لو الدائره انفتحت يبقى احنا كده مش بنعمل حاجه، يبقى الدائره مفتوحه مفيش تيار هيعدي اليمه الثانيه، فبالتالي لازم تكون دائره ايه، مغلقه زي ما اتفقنا قبل كده. اتعرضنا برضو في اجزاء سابقه كبيره وكتيره جدا لتعريفات مهمه جدا، زي تعريف الجهد الكهربي وتعريف التيار الكهربي وتعريف المقاومه الكهربيه، واتكلمنا عن انواع المقاومات ومش كده وبس، اشتغلنا على المقاومه وقلنا ديت بقى هي اللي بتحد من شده التيار، وهي اللي بتعوق التيار الكهربي في الدائره الكهربيه، يعني دي بقى اللي بنغص عليه حياته التيار الكهربي. يعني التيار الكهربي كده يبقى عايز يعدي بكميه كبيره، لو انا رميت له في السكه مقاومات كتير او مقاومات في الدائره الكهربيه بتعمل له حده من شدته، يعني بتهديه كده تقول له لا انا مش عايزك تبقى رقمك كبير كده، عايز قيمه صغيره منك. فكل ما المقاومات بتزيد في الدائره التيار بيقل خالص كقيمه صغيره ويعدي في الدائره. طيب اتكلمنا عن انواع المقاومات، قلنا منها الثابته ومنها المتغيره، ومنها الثابته الخطيه والغير خطيه، والمتغيره الخطيه والغير خطيه، وخدنا كده امثله صغيره. قلنا ان المقاومات ديت مهمه جدا في الدوائر الكهربيه عشان تحد لي من شده التيار، وفي انواع من المقاومات بيتحط في الدائره الكهربيه عشان يتحكم في درجه الحراره زي التكييف، وعشان يتحكم في درجه الصوت زي اللي بيعلي ويوطي كده في الاجهزه الكهربيه بتاعتنا، سواء كان تلفزيون او كان شاشه او كان موبايل بتاعك، بتقدر تتحكم في درجه الصوت اللي انت عايزها. طيب النهارده بقى ان شاء الله نتكلم عن حاجه اسمها توصيل المقاومات. ايه بقى المقصود بتوصيل المقاومات؟ عندنا التوصيل بينقسم قسمين هنتكلم عنهم باستفاضه النهارده، وفي نوع ثالث برضو كده بيسموه كوكتيل. التوصيل الاولاني يسمى توصيل على التوالي، والتوصيل الثاني يسمى التوصيل على التوازي، والتوصيل الثالث يسمى توصيل مركب، او انا بسميه كده التوصيل الكوكتيل. التوصيل التوالي ده هو هناخد خصائصه كامله ونحل عليه مسائل، والتوصيل التوازي خصائصه ونحل عليه مسائل، والتوصيل المركب ده هنقعد نتكلم عنه شويه كده وناخد مساله مركبه. يعني لو المساله جات لي توالي وتوازي، الاول خالص كده يا اولاد ركزوا بقى معايا، وعايز الحلقه دي تكونوا مركزين فيها قوي قوي قوي، لان الجزء ده مبني على حاجات كتير جدا هنستنتجها مع بعضنا ان شاء الله قبل ما نقفل الوحده ديت ونخش على وحده جديده باذن الله في حلقات قادمه. المقاومات عندنا زي ما اتفقنا مع بعضنا في اول الحلقه او الحلقات السابقه ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه بتتحط في الدائره الكهربيه بتحد لي من شده التيار وبتعوق حركته، وبتعمل حاجه اسمها ممانعه شده التيار، يعني هي اللي دايما كده على النقيض. يعني تيار عالي في الدائره، حطيت مقاومات، المقاومات دي وظيفتها الاساسيه تهدي لي قيمه التيار وتقلل قيمته، او العكس ممكن تزود قيمته. ازاي يا مستر تزود قيمته؟ ما احنا بقى النهارده هناخد خاصيتين مهمين، لو انا وصلت على التوالي ايه اللي يحصل للتيار، ولو انا وصلت على التوازي ايه اللي يحصل للتيار. وهنعمل كده مقارنه صغيره كده في نوتس صغير كده، عايزكم بقى انتوا تلخصوها لي عشان ان شاء الله باذن الله نقف على ارضيه صلبه في الماده. زي ما قلنا الماده دي تعتبر من اهم المواد اللي عندنا، ويدرسها ثلاث تخصصات عندنا في التعليم الفني الصناعي الكهربي، ثلاث تخصصات بيدرسوا الماده دي زي ما قلنا: قسم الحاسبات، قسم الالكترونيات، قسم التركيبات والمعدات الكهربيه. فبالتالي دي اللي بتاسسني وتوقفني على ارض صلبه ان شاء الله عشان اقدر اتعامل مع التيار الكهربي كويس، وما اقلقش من يمته، اراعي السيفتي كويس وانا شغال فيه، اراعي درجات الامان، وابقى فاهم يعني ايه فولت، ويعني ايه جهد، ويعني ايه تيار، ويعني ايه قوه دفع كهربيه، ويعني ايه مقاومه. وكل ده اتعرضنا له من حلقات سابقه ان شاء الله. والنهارده بقى هنتكلم على الحته الثقيله اللي بيقولوا عليها بقى زيتونه الماده، ازاي نوصل المقاومات على التوالي. كلنا كده بنشوف السبحه اللي معانا، او بنشوف العقد اللي بتلبسيه كده. لو انت بصيتي للحبايه بتاعت العقد كده بتلاقي حبايه جنب حبايه جنب حبايه، ده اسمه توصيل على التوالي. توصيل على التوالي يعني ايه؟ باخد بدايه بنهايه، بدايه بنهايه، بدايه بنهايه، ده شكل التوصيل على التوالي. اما التوصيل على التوازي
لو انا جبت 3 حبات كده من العقد مثلا، وكل حبايه من دول لها بدايه ولها نهايه، لو خدت البدايات مع بعضها والنهايات مع بعضها يديني توصيل على التوازي. اما التوصيل الثالث بقى اللي هنتكلم عنه اللي هو المركب او المضاعف او التوصيل الكوكتيل، ان شويه مقاومات على التوالي وشويه مقاومات على التوازي. يبقى خلاصه القول، التوصيل على التوالي بنعمل ايه فيها يا مستر؟ بنوصل المقاومات ازاي؟ كل مقاومه لها بدايه ولها نهايه، تمام؟ طيب لو انا عندي المقاومه الاولانيه، المقاومة الأولانية لها بداية ولها نهاية، والمقاومة الثانية لها بداية ولها نهاية. لو أنا خدت البداية مع البداية يبقى ده توصيل توازي، وخدت النهاية مع النهاية يديني توصيل توازي، لكن لو أنا خدت بداية بنهاية، يعني بداية الخط ده بنهاية الخط ده، يديني توصيل على التوازي. استعرضنا برضو فترة كده وسألت سؤال الحلقة اللي فاتت، قلت لكم إن أنتوا شطار ومعايا وفاهمين كويس أوي أوي أوي، لو أنا وصلت على التوالي إيه اللي بيحصل؟ ولو انا وصلت على التوازي ايه اللي هيحصل في مجموعه لمبات زي اللي احنا خدناها في رابعه ابتدائي او في منهج الاعداديه بتاعتنا في ماده العلوم. قلنا لو انا جبت مجموعه مقاومات على التوالي، يعني انا خدت مقاومه دي مع المقاومه دي مع المقاومه ديت وشلت من نص لمبه، ايه اللي يحصل لبقيه الدايره؟ برافو عليكم. سامع بنت شاطره كده اهوت، شاطر، بيقول لي يا مستر لو احنا شلنا لمبه من النص كده والتوصيل توالي، يبقى اذا حصل فقد في الدايره عن طريق كسر. يعني ايه كسر يا مستر؟ يعني الدايره كده اتفتحت. وانت قلت لنا في اول الحلقه خالص لما اشتغلنا مع بعض ماده اساسيات في الحلقه السابقه، ان احنا عندنا حاجه اسمها الدايره الكهربيه، شرط من شروط توصيل التيار الكهربي ان الدايره تكون مغلقه. اما اذا لو انا شلت حاجه كده من النص، اذا انفتحت الدايره، فبالتالي بما ان الدايره اتفتحت يبقى الكهرباء هتبقى ماشيه في الفرع الاولاني، هتيجي تخش على التاني هتلاقي فيه فراغ، هتلاقي فيه قطع، هتلاقي فيه مكانه مش موجود، فيه فجوه، فمش هتنفع تعدي للناحيه التانيه التالته. لكن التوصيل على التوازي بقى ميزته حاجه، لو انا عندي 20 لمبه متوصلين مع بعض على التوازي واتكسرت لمبه او لمبه انحرقت او لمبه مش موجوده او لمبه عطلانه، بلاقي بقيه اللمبات كلها قايده، لان التيار بيمشي في اتجاه البدايات وبيمشي في اتجاه النهايات، ملوش دعوه بقى مين اللي في النص، هو بيعدي على الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس، زي كده الاسانسير لما بيعدي على الشقه شقه كده، تمام؟ طيب يبقى انا كده خدت قاعده بتقول لي ان في حاله التوصيل على التوالي، لو انا عندي مجموعه موصله على التوالي وحصل عطل لاكس او واي، يعني كلمه اكس او واي هنا المقصود بيها مقاومه من المقاومات اللي موجوده عندي، فاذا الدايره بيحصل لها كسر، وبما ان الدايره حصل لها كسر اذا الدايره مش هتشتغل. فبالتالي انا خدت بقى التجربه ديت ونقلناها لشركه الكهرباء زمان قوي قوي قوي، فراحوا جايين عاملين البيوت عندنا كلها على التوصيل على التوازي. وده السؤال اللي سالناه الحلقه اللي فاتت، وقلنا لو انا عندي مجموعه مقاومات او عندي مجموعه احمال متوصله على التوالي ولا متوصله على التوازي، ايهما افضل؟ هما الاثنين مطلوبين مني والاثنين لهم استخدامهم، بس احنا لما بنيجي نصمم تيار كهربي في مدينه جديده او في مدينه قديمه او في قريه او في بلد من البلاد، بيبقى التوصيل كله توازي. بحيث ايه بقى؟ مش احنا لسه قايلين من شويه لو انا وصلت البيوت على التوالي ولا قدر الله في بيت عطلان او في بيت حصل فيه قفله زي ما بنسميها كده بالعاميه في الكهرباء عندنا، او حصل عطل في الدايره الكهربيه في بيت معين، يبقى البيت اللي جنبه هيطفي واللي بعده هيطفي، لان في حصل قطع في الدايره الكهربيه فالكهرباء مش هتعدي للبيت التاني. لكن احنا هنا ميزه التوصيل على التوازي في بيوتنا، بلاقي العماره 20 دور، كل دور فيه شقتين 3 4، كل الشقق قايده مع بعضها، شغاله مع بعضها، الاجهزه شغاله، العماره اللي جنبي شغاله، العماره اللي بعدي شغاله، البلد اللي بعدي شغاله، اسوان شغاله، اسكندريه شغاله، التوصيل كله هنا توصيل على الايه؟ على التوازي. يبقى دي قاعده لازم تتعلموها معايا النهارده، ان احنا بنوصل التيار الكهربي في البيت عندنا على التوازي، لما بما ان التوصيل على التوازي ده بيعمل لي حاجه كويسه جدا هنتكلم فيها بقى دلوقتي لما ناخدها راي العين. لكن احنا بنجاوب على السؤال بتاع الحلقه اللي فاتت، لو وصلنا البيوت توالي ايه اللي يحصل؟ لو وصلنا البيوت توازي ايه اللي يحصل؟ قلنا لو حصل كسر في بيت معين او عطل في بيت معين، في التوالي بقيه البيوت بتقف وبتتعطل ومش هيبقى فيها تيار كهربي، لكن بوصل على التوازي افضل، لان لو حصل عطل في اي بيت عندي او في اي اوضه مش هتتاثر الاوضه الثانيه ولا الثالثه ولا اللي تحتي ولا اللي فوق. دي حاجه. الحاجات الثانيه، واحنا شغالين في الدايره على التوالي، سواء كانت بقى مقاومات سواء كانت اي حاجه ووصلتها على التوالي، بحصل على حاجه مهمه جدا، ان التيار قيمته ثابته. دي بقى الميزه الحلوه اللي فيه، التيار قيمته ايه؟ قيمته ثابته. لكن الجهد بقى يا ولاد بيختلف بقى الجهد. يعني انا مثلا عندي 20 بيت ده مشغل مثلا اجهزه كهربيه، مشغل وليكن تكييف، مشغل غساله، ثلاجه، خلاط في المطبخ، كل ده شغال في البيت، والبيت الثاني والبيت الثالث انا بتكلم على التوصيل على التوالي، ايه اللي بيحصل بقى؟ بلاقي الجهد في البيت الاولاني خد كتير قوي، التكييف سحب تيار وسحب جهد والغساله والثلاجه، البيت الثاني بقى يا عيني هياخد منه جزء صغير لان التوصيل توالي، فالفاض من هنا بيروح لده والفاض من هنا يروح لده، لغايه لما اوصل لاخر بيت في الشارع كده مش هلاقي كهرباء خالص.
ده التوصيل على التوالي، لكن التوازي لا، زي ما قلنا كده العماره فيها مثلا 20 شقه 30 شقه، بلاقي الشقه كلها النور واحد، الاضاءه واحده، التكييفات شغاله ما فيش مشكله، كل واحد ليه استخدامه وما فيش اي مشكله. ودي ميزه التوصيل على التوازي، ان الجهد عندي ثابت القيمه لكن التيار هو اللي بيتجزأ بقى. تمام، يبقى ده المقارنه اللي عايزكم بقى ان شاء الله النهارده بعد ما نخلص الحلقه بتاعه النهارده، عايزكم تعملوا النوتس كده وتقولوا لي ايه الاختلاف بين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي، واحنا مع بعضنا ان شاء الله لو في اي حاجه او اي مشكله هتقابلنا ان شاء الله نحلها مع بعضنا، بحيث نبقى داخلين الماده كده والسنه ان شاء الله يبقى عام سعيد يا رب كده علينا جميعا، يبقى داخلين كده فاهمين اساسيات هندسه كهربيه وشغالين على ارض صلبه، وعرفنا يعني ايه توالي مع المستر ويعني ايه توازي مع المستر، وفرقنا بينهم. ومش كده وبس، هناخد التوصيل المركب لو جت الدايره بقى فيها شوية توالي وشوية توازي. طيب نبدأ كده على بركة الله التوصيل على التوالي في المقاومات. لو أنا عندي مجموعة مقاومات R1 وR2 وR3 زي الشكل اللي هنشوفه من شوية كده، إيه اللي بيحصل بقى؟ لو أنا عندي ثلاث مقاومات متوصلين على التوالي، يا مستر ورينا كده التوصيل على التوالي، أهو ده التوصيل على التوالي. بلاقي المقاومة الأولانية دهيت اسمها R1، والمقاومة دهيت اسمها R2، والمقاومة دهيت اسمها R3، الجهد اللي داخل على المقاومة الأولانية اسمه V1. زي ما قلنا بقى اهو، الجهد اللي داخل من البطاريه ده هو بيتجزأ، يعني بيتقطع ثلاث اجزاء لو انا عندي ثلاث مقاومات، ولو عندي 10 مقاومات هيتقطع 10 حتت. يعني ايه 10 حتت يا مستر؟ يعني الجهد اللي كان داخل من البطاريه ده هو اللي اسمه في، اللي هو اختصار لكلمه فولت، بيخش هنا على المقاومه الاولانيه اسمه في ار 1، وعلى المقاومه الثانيه في ار 2 او في 2، وعلى المقاومه الثالثه في ار 3. يبقى هنا ايه اللي حصل يا اولاد؟ ان الجهد زي ما انت قلت لنا يا مستر اتجزأ. هناخد بقى مثال صغير كده، لو انا عندي هنا لمبه، اللي في النص هنا لمبه او في الاول هنا لمبه، ايه اللي هيحصل؟ لو التيار داخل كده هيجي يلاقي قطع في الدايره، لان اللمبه دي عطلانه او اللمبه دي مكسوره او مكانها فاضي، واذا التيار مش هيعدي اليمه الثانيه، فبالتالي ده عيب من عيوب التوالي. لكن التوازي مش كده، وهنشوفه كمان شويه مع بعضنا. يبقى هنا اول حاجه هستنتجها من الرسمه ديت، توصيله التوالي زي ما قلنا في بدايه الحلقه، بدايه بنهايه، بداية بنهاية، بداية بنهاية. حلو الكلام. الجهد اللي داخل من الفولت او من المنبع او من مصدر الطاقة الكهربية عندنا بيتقسم على المقاومات، يعني بيتوزع على البيوت او بيتوزع على المقاومات. المقاومة دي هتاخد نصيبها، والمقاومة دي هتاخد نصيبها، والمقاومة دي هتاخد نصيبها. لكن الجنرال هنا بقى الاي اللي هو التيار، اللي هو الامبير في الدايرة. لو انا مشيت كده بالامبير هلاقي التيار اللي هنا هو التيار اللي هنا هو التيار اللي هنا، فاذا التيار في الدايره التوالي ثابت القيمه. يعني ايه يا مستر ثابت القيمه؟ يعني لو افترضنا التيار اللي داخل دوت 5 امبير، هيمشي هنا 5 امبير ويطلع هنا هيبقى 5 امبير ويطلع هنا 5 امبير، لكن الجهد مش هيفضل على حاله. يعني لو الجهد اللي داخل ده 10، ممكن دي تاخد 2، ممكن دي تاخد 5، ممكن دي تاخد 3. دي حسب بقى ايه؟ حسب قيمه المقاومه. كل ما المقاومه تكبر كل ما تاخد تيار كبير، وهنعرف الحته دي كمان شويه ان شاء الله في المسائل. طيب لو وانا بقى هنا عايز احسب الجهد الكلي، هقول في 1 زائد في 2 زائد في 3. يعني لو عايز احسب الجهد اللي ماشي في الدايره دي بقى، مع ان الجهد اللي داخل اهوت واحد، بس حصل له هنا عمليه ايه؟ تجزئه. عشان كده بنقول في حاله التوالي، يا ريت بقى الكلام ده يتكتب ورايا كده، الجهد في حاله التوالي ايه اللي بيحصل يا مستر؟ بيتجزأ، لكن التيار ثابت القيمه. عشان كده الجهد هنا اجيبه هنا، اجمعه على الجهد اللي هنا واجمعه على الجهد اللي هنا، يديني الجهد الكلي. طب لو انا عايز احسب الجهد، فاكرين قانون اوم لما خدناه الحلقه اللي فاتت؟ برافو عليكم. سامع بنت شطوره كده وهو بيقول لي يا مستر احنا لو عايزين نجيب الجهد نضرب التيار في قيمه المقاومه. برافو عليكم. يبقى انا لو عايز احسب الجهد اللي ماشي في المقاومه ده اهي، هضرب شده التيار في قيمه المقاومه، ولو عايز احسب الجهد اللي ماشي في المقاومه رقم 2 هضرب التيار في قيمه المقاومه، ولو عايز احسب الجهد في المقاومه 3 اللي هو في 3 هضرب التيار في قيمه المقاومه. هتلاحظ هنا ايه بقى؟ ان الاي اتكررت معايا 3 مرات. ضربت الاي في المقاومه الاولانيه اداني الجهد اللي ماشي جواها، وضربت الاي في المقاومه الثانيه اداني الجهد اللي ماشي جواها، وضربت الاي في المقاومه الثالثه اداني الجهد اللي ماشي جواها. فبالتالي انا ممكن اقدر اجيب كل جهد لوحده، وممكن اجمع الثلاث جهود دول يديني الجهد بتاع المنبع لو ما كانش موجود عندي في المعطيات. طيب لو انا عندي مثلا المقاومه الكليه عايزين نحسبها بقى، هنا بيطلب مني في الامتحان يقول لي هات الجهد، او انا عرفت الجهد بيساوي ايه، بيطلب مني التيار عرفت التيار هيساوي ايه. لكن لو طلب مني بقى قال لي هات المقاومه الكليه، انت احنا خدنا في قانون اوم ان الجهد في اي دايره كهربيه بيساوي حاصل ضرب التيار في المقاومه الكليه. طيب مين اللي مش عندك في الدايره بقى؟ برافو عليكم، المقاومه الكليه. طيب مش احنا قلنا الجهد بيتجزأ ثلاث حتت او اربع حتت حسب المقاومات اللي عندي؟ يعني لو عندي ثلاث مقاومات يبقى في في 1 وفي 2 وفي 3، ولو عندي اربعه هزود زائد في 3. تمام كده؟ يبقى الجهد الكلي بيساوي ايه؟ في 1 زائد
زائد في 2 زائد في 3. طيب مش احنا عندنا الجهد ده اهو، الجهد ده اهو اللي هو الفي ده اهو بيساوي الاي في الار. طب تمام، يبقى انا هشيل كلمه الفي ده اهي واحط مكانها اي في ار، واشيل في 2 واحط مكانها اي في ار 2، واشيل في 3 واحط مكانها اي ار 3. هتلاقي هنا ايه اللي حصل؟ لو انت هنا قسمت على قيمه المقاومه او على قيمه التيار يديك الار توتال بتساوي ايه بقى؟ ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. برافو عليكم. يبقى في حاله التوصيل على التوالي، ركزوا بقى معايا، في حاله التوصيل على التوالي بجمع المقاومات. يعني ايه يا مستر بجمع المقاومات؟ يعني لو عندي 10 مقاومات المقاومه بخمسه، يبقى 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 لو تساوي في القيمه ان في ار. ركز بقى معايا، يبقى لو انا عندي 5 مقاومات والمقاومه ب3 ودي 3 ودي 3، بدل ما اقول 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 5 مرات، ممكن اقول عددهم في قيمه المقاومه. يبقى امتى استخدم القانون ده؟ هو اللي هو ار توتال بتساوي اللي هي المقاومه المكافئه او المقاومه الكليه ان في ار. لو اداني عدد مقاومات وليكن 20 مقاومه وقال لي المقاومه ب1 اوم، يبقى ال20 في 1 على طول، بدل ما تقول 1 زائد 1 زائد 1 وتقعد تعمل لي شريحه طويله كده، في الاخر برضه الناتج هيطلع 20 زي ما اتفقنا مع بعضنا. يبقى لو جيت قلت لك في الامتحان احسب المقاومه الكليه، هتقول لي يا مستر المقاومه الكليه في حاله التوصيل على التوالي لو انا عندي مجموعه مقاومات مختلفه يبقى هجمعهم جمع اتجاهي زي بتاع ابتدائي، هقول ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. طب افترضنا انا عندي دلوقتي المقاومات كلها شكل بعضها، يعني ايه شكل بعضها يا مستر؟ يعني كلها متساويه القيمه، هاخد عددهم واضرب في قيمه المقاومه الواحده يديني القيمه الكليه للمقاومات في حاله تساوي قيمه المقاومه. طيب من هنا بقى هنطلع بملحوظة عايزكم تدونوها ورايا، ان المقاومة الكلية في التوالي اكبر من قيمة اي مقاومة فيها. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني يا اولاد احنا خدنا مع بعضنا دلوقتي حالا توصيل التوالي، لو انا عندي مثلا 3 مقاومات الواحدة ب5، يبقى المقاومة الكلية بكام؟ برافو عليك، ب15، عشان 5 زائد 5 زائد 5 يديني 15، او 3 في 5 يديني 15، يبقى القيمة الكلية اللي هتطلع اكبر من اي قيمة من المقاومات، يعني ال 15 اللي طلعت ديت اكبر من 5 بتاع المقاومة الاولانية، واكبر من 5 بتاع المقاومة الثانية، واكبر من المقاومة بتاع الثالثة. فبالتالي دي بقى بتجيلي صح وغلط، بتجيني اكمل، بيقول لي اوجد المقاومة الكلية في حالة التوالي وهل بتطلع اكبر قيمة ولا اصغر قيمة؟ بقول له والله لو انا شغال على التوالي يبقى المقاومة الكلية في التوالي اكبر من قيمة اي مقاومة، ودي هنشوفها دلوقتي ان شاء الله في الامثلة اللي هنشتغل عليها دلوقتي حالا، عشان يبقى الكلام موجود معانا نظري وتطبيق على طول رياضة، عشان نبقى فاهمين الكلام ماشي ازاي. طيب نشوف بقى مسألة بيقول لي ايه بقى. بيقول لي احسب المقاومة الكلية وشدة التيار المار لثلاث مقاومات على الترتيب، المقاومة الأولانية ب 200 والثانية 500 والثالثة ب 300 أوم إذا وصلت على التوالي بمنبع جهده 100 فولت، ثم احسب الجهد على أطراف كل مقاومة. يبقى واحدة واحدة كده يا مستر، أنت قلت لي احسب المقاومة الكلية يبقى عايز الأر توتال، وشدة التيار يبقى عايز التيار، واداني ثلاث مقاومات مختلفين، تمام كده؟ يبقى هنعمل فيهم ايه؟ برافو عليكي، انا سمعت بنت شاطره بتقول لي يا مستر ما هي سهله، هنجمع ال 200 زائد ال 500 زائد ال 300، يبقى انا كده جبت المقاومه الكليه. طب تعالوا بقى نشوفها مع بعضنا كده هنحلها ازاي. ادي شكل الدائره الكهربيه اهيت، دي ار 1 اهي، ودي ار 2، ودي ار 3، والتوصيل هنا توصيل على التوالي. اداني المنبع اللي داخل ليا 10 فولت، طلب مني بقى ثلاث حاجات، طلب مني المقاومه الكليه، طلب مني شدة التيار اللي احنا هنقول عليه اي، طلب مني جهد المقاومة الاولانية اللي هو في 1، طلب مني جهد المقاومة التانية اللي هو في 2، طلب مني جهد المقاومة التالتة اللي هو في 3. المسألة دي بقى بتيجي في الامتحان كده شاملة يا مستر ولا بتيجي اجزاء؟ والله انا بديك المقاومة كلية واقول لك هاتها، او اقول لك هات الجهد، اقول لك هات التيار، يبقى انت بتتدرب معايا دلوقتي هنا في بيتنا مدرسة على ان المسألة ممكن تيجي شاملة فيها الثلاث مطالب دول، وممكن يجي لي مطلوب واحد، تمام؟ يبقى انا بناخد الايه المسألة كاملة بحيث اللي يجي في الامتحان او اللي يجي في امتحان الشهر ان شاء الله او في امتحان نص السنة يبقى انا واخد بالي من الحته دي كويس وحاططها نصب عيني. طيب تعالوا بقى نشوف الراجل عمل ايه. قال لي اول حاجه عشان اجيب المقاومه الكليه اللي احنا بنقول عليها ار توتال، ركزتوا معايا، مش احنا عندنا قاعده بتقول لي انا شغال توالي، وبما اني شغال توالي يبقى هجمع المقاومات زي ما البنت الشاطره قالت لي من شويه، والواد الشاطر قال لي ايه؟ ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. يبقى انت هتقول لي ايه بقى؟ ال 200 زائد ال 500 زائد ال 300 يديني 1000 اوم، يبقى المقاومه الكليه اللي في قلب الدايره اللي قدامنا دهيت يشيل، يبقى المقاومه المكافئه بتاعتهم قد ايه؟ 1000 اوم، زي الفل يا مستر كده. طب تعالى بقى نجيب شده التيار، من غير ما نتعب نفسنا احنا خدنا قاعده زمان بتقول لي ايه في قانون اوم؟ ان التيار بيساوي الجهد على المقاومه. اهو
التيار بيساوي ايه يا مستر؟ الجهد على المقاومه. طب الجهد احنا مديهولنا في المعطيات ب 100. وخلوا بالكم بقى، واحد يقول لي يا مستر طب انا عندي ثلاث مقاومات، انا ماليش دعوه بقى بال 200 وال 300 وال 500، انا هاخد المقاومه المكافاه الكبيره. يبقى انا لما اجي احسب التيار في دايره بشتغل على المقاومه الكبيره. نوتس كده بقى ورايا واشتغلوا معايا بالورقه والقلم في الحته دي. لو عايز احسب التيار في دايره توالي بقسم الجهد الكلي اللي هو مديهولي في المعطيات على قيمه المقاومه اللي عندي، اللي هي انه انهي مقاومه يا مستر؟ ما احنا عندنا ثلاث مقاومات مديهم لنا في المعطيات. لا، بعد ما ركبناهم مع بعض وجمعناهم ال 200 زائد ال 300 زائد ال 500 اداني 1000. فبرافو عليك، وهقسم على 1000 ليه؟ لان التيار اللي هيمشي في ال 1000 هيستحملوا ال 200، هتستحملوا ال 500، هتستحملوا ال 300. فدايما في اي دايره كهربيه لما اجي اجيب التيار بشتغل على المقاومه الكبيره. فلما نقسم 100 على 1000 يديني 1/10 امبير، والتيار هنا هيبقى قيمته ثابته. طب المطلوب الثالث عايز ايه؟ قال لي احسب الجهد على كل مقاومه. طب ما هي الدنيا كويسه يا مستر. طب ما هو نفس القانون اللي احنا شغالين عليه من شويه، ان اي جهد في الدنيا بيساوي التيار في قيمه المقاومه. انا عندي كام مقاومه بقى؟ ثلاث مقاومات. يبقى هجيب الجهد ثلاث مرات، هقول له في واحد بتساوي شده التيار اللي انا جبتها بواحد من عشره او نص او 1/10 في قيمه المقاومه. يبقى انا هضرب كام؟ 1/10 في 200 يديني 20 فولت. هجيب التيار او الجهد في الفرع الثاني هضرب التيار في المقاومه برضو نفس الكلام، ال 1/10 برضو في 500 يديني 50. هضرب الجهد التيار في المقاومه الثالثه يديني قيمه الجهد. لو جمعت ال 30 وال 20 وال 50 يديني 100 فولت. يبقى الدايره، فاكرين لما جه قال لي المنبع كله قد ايه؟ 100 فولت. ومن هنا هندلل بنقطه مهمه جدا قبل ما نشتغل على التوصيل على التوازي، ناخد بقى ملحوظه كده مع بعضنا. ان انا لو عندي مجموعه مقاومات متوصله على التوالي ايا كان قيمتها المقاومات ديت، لو طلب مني المقاومه المكافئه يا اولاد، اول حاجه بعملها كده من غير ما نتعب نفسنا بنجمعها زي رابعه ابتدائي او زي اولى ابتدائي، 3 زائد 8 زائد 12 يطلع الناتج كذا. يبقى المقاومات اللي هيديها لي وطلب مني المقاومه المكافئه، خلوا بالكم انا شغال على التوالي، بعمل ايه يا مستر؟ بجمع المقاومات جمع اتجاهي عادي جدا جدا جدا. طب لو طلب مني بقى التيار اللي ماشي في الدايره، هجيب الجهد اللي هو مديهولي في المعطيات اللي هو جهد البطاريه او الجهد الكلي، اقسمه على قيمه المقاومه الكليه. اوعى بقى تقسم على المقاومات اللي هو مديهولك في المعطيات، ما انت عندك خمس مقاومات او ثلاثه، واحده 10، واحده 2، واحده 8، هتاخد الكبيره؟ لا، لازم اجيب المقاومه المكافاه الاول اللي هي حاصل مجموعهم او بتساوي مجموع المقاومات R1 وR2 وR3. تمام كده؟ يبقى انا هحسب الجهد ازاي؟ هحسب التيار ازاي؟ هقسم الجهد الكلي على المقاومه الكليه اللي انا جبتها، تمام؟ طب لو طلب مني بقى التيار في الدايره الكهربيه وانا شغال على التوالي، او طلب مني الجهد على كل فرع، او طلب مني الجهد اللي ماشي في كل مقاومه، برضو ارسم مثلث اوم اللي احنا خدناه لما اشتغلنا معاه كده. مثلث اوم ده قلنا احنا مش بناخده كده بقى وخلاص، ده بيحط لي اساسيات شغل هشتغل في المقاومات بيه، وهشتغل في المكثفات بيه، وهشتغل في قانون كيرشوف بيه. فركزوا معايا قوي، لان قانون اوم ده معانا من زمان قوي قوي في الابتدائي، بس احنا ما كناش واخدين بالنا من عمنا اوم. وعرفنا قيمه اوم دلوقتي وقيمته العلميه لما دخلنا اول سنه ان شاء الله في تركيبات ومعدات كهربيه والكترونيات وحاسبات. طيب، يبقى التيار هنا هيساوي الجهد على المقاومه الكليه. طب يا مستر لو طلب الجهد مني بعمل ايه؟ برافو عليكم، سامحكم كده وانتم بتقولوا لي يا مستر ما هو نفس القانون بتاع اوم برضو. بدل ما اقول ان التيار بيساوي الجهد على المقاومه هقول ايه؟ هقول ان الجهد بيساوي التيار في المقاومه. همسك التيار اضربه مره في المقاومه الاولانيه، واخد التيار اضربه في المقاومه الثانيه، واخد التيار اضربه في المقاومه الثالثه. في كل حاله من الحالات دي التيار هلاقي قيمته ثابته، لكن المقاومه بقى اللي بتتغير من ايه؟ بتتغير من جزء لجزء، لان المقاومات هنا مش متساويه القيمه، كل واحده من دول في وادي وكل واحده من دول بقيمه معينه من اوم. تمام؟ ده كملخص سريع كده لقانون اوم، او اسف لربط قانون اوم بالتوصيل على التوالي والتوازي واهميه قانون اوم اللي درسناه في حلقات سابقه. النهارده اتكلمنا على التوصيل على التوالي اهوت، وجه قدامنا قانون اوم في السكه. فخلوا بالكم ان الكهرباء ايه؟ مبنيه على بعضها، مش قانون خدته حلقه السابقه او الدرس اللي فات يبقى خلاص كده ملوش لازمه، لا ده هيفضل معايا لغايه لما ان شاء الله اخلص حتى تعليم عالي. قانون اوم دوت يعتبر من اساسيات الهندسه الكهربيه في اي تعليم. طيب، توصيل على التوالي طلعت منه بقى بالنوتس المهمه جدا اللي عايزكم تدونوها ورايا يا اولاد، ان التوصيل على التوالي بيديني اكبر قيمه للمقاومه. يبقى انا هنا لو عايز اقلل التيار اوصل توالي. برافو عليكم، لان انا عندي قاعده بتقول لي ان المقاومات اللي في الدايره لو كبرت التيار بيصغر، المقاومه لو كعبها عالي التيار بايه؟ بيقل. هنا بقى المقاومات، فاكرين كانت مقاومه ب 200 ومقاومه ب 300 ومقاومه ب 500، لما ربطناهم مع بعض على التوصيل على التوالي طلع الناتج ب 1000 اوم. طب ال 1000 اوم دهوت هيعدي التيار؟ لو لاحظتوا المنبع كان 100 فولت والمقاومه كانت ب 1000 اللي هي المقاومه الكليه، فبالتالي التيار
صغر جدا بقى 1/10 أمبير، يعني يكاد لا يذكر. يبقى كل ما المقاومة تعلى كل ما التيار بيقل قيمته. ودي قاعده عايزكم تعرفوها بقى في اساسيات الهندسه الكهربائيه ان شاء الله، لان هيبني عليها تانيه وتالته وان شاء الله العمر كله لو شغالين في التيار الكهربي. ان التيار الكهربي لما بيلاقي المقاومه كبيره بيصغر، بيلم نفسه كده بقى، هو ممكن ينفش ريشه كده في الدايره اللي ما فيهاش مقاومه كبيره، لكن طول ما لقى مقاومه كبيره خلاص يا عم شكرا، بيعدي وهو ايه بقى صغير جدا جدا. فبالتالي القاعده اللي هتطلعوا بيها النهارده في توصيله التوالي، لو انا عندي مجموعه مقاومات متوصله على التوالي قيمه التيار بتقل. صح، اجابه صحيحه، قيمه التيار بتقل، لان المقاومه حصل لها ايه؟ زياده، قيمه المقاومه زادت فالتيار صغر. تمام، ده كان كل الملاحظات اللي عايزكم تدونوها كده، والتطبيق اللي خدناه في مساله ده يا اولاد عشان نبقى فاهمين الكلام النظري ونربطه قدامنا بالارقام عشان ان شاء الله ما ننساهوش. هنتنقل بقى مع بعضنا على التوصيل الثاني اللي هو التوصيل على التوازي. ايه بقى التوصيل على التوازي؟ ان انا هجيب مقاومه مع مقاومه مع مقاومه، بس بدل ما اخد العقد بقى اللي كنت لابسه او السبحه اللي معايا خدت واحده بواحده كده، لا ده انا خدت البدايات مع بعضها والنهايات مع بعضها. يعني التوصيل ده كده عامل زي السكه الحديد كده، بتلاقي قضبان السكه الحديد كده وفي خشب كده او في حاجات اسمنتيه كده مع بعضها. لو انا خدت دول مع بعض وخدت دول مع بعض يديني توصيل على التوازي، فبالتالي المقاومات اللي عندي بدايات مع بعض ونهايات مع بعض بوصلها بالمنبع. تعالوا بقى كده نتفرج ونشوف هل التوصيل على التوالي بيبقى قريب من التوصيل على التوازي ولا ده شق كبير بعيد خالص عن ده. تعالوا بقى نشوف مع بعضنا كده توصيل المقاومات على التوازي. لو انا عندي 3 مقاومات متوصلين على التوازي ايه اللي بيحصل بقى؟ تعالوا بقى نبص كده لشكل الدايره عامل ازاي. اهو هناك هتلاقي الايه؟ تلاقي المقاومات كلها ديت مع دي مع دي بدايه بنهايه، هنا لا. هنا لقيت ان المقاومات خد البدايات مع بعضها بخط فوق اهو، وخد النهايات تحت مع بعضها بخط اهو، وراح جاي داخل على المنبع اللي هو الجهد الكهربي اللي هو فيه. ايه بقى اللي هنلاحظه هنا؟ احنا هناك قلنا الجهد كان بيتجزا، ففي شويه جهد كانوا داخلين على المقاومه هناك اسمها في واحد، وشويه على الثانيه في اثنين، وشويه على الثالثه في ثلاثه، كان هناك الجهد هو اللي متجزا لكن التيار كان ثابت. هنا بقى العكس يا عم. يعني ايه العكس يا عم؟ يعني لو قلت لي في حاله التوصيل على التوازي اول نوتس كده او اول ملحوظه عايزكم تكتبوها ورايا، ان في حاله التوصيل على التوازي الجهد هنا جنرال بقى، هنا ثابت القيمه، عشان كده بنوصل بيوتنا على التوازي. البيت الاولاني اهو في جهد 220، والثاني فيه 220، والثالث فيه 220، والرابع 220، لغاية أسوان 220، لغاية اسكندرية 220، مش فارقة معايا إن الجهد هنا إيه؟ قيمته ثابتة. مين بقى اللي هيتغير؟ آه التيار يا أولاد. هنا التيار اللي داخل في الدايرة كله اسمه أي توتال أو الأي الكلية. شوية دخلوا على البيت الأولاني أو على المقاومة الأولانية، شوية هيخشوا على المقاومة التانية هيبقى أي 2، شوية هيخشوا على المقاومة التالتة أي 3. عايز بقى ملاحظات تتكتب عشان المقارنات اللي هنتم إن شاء الله. إن في حالة التوالي كان الجهد يتجزأ والتيار ثابت، في حالة التوازي اللي هي الحالة التانية اللي شغالينها حالا دلوقتي قدام عينينا اهيت، إن الجهد بقى هنا العكس، هو اللي ثابت والتيار هو اللي اتجزأ في قيمته. مثال صغير، دي مثلا وليكن دي الغسالة اللي في البيت، وده التكييف، ودي التلاجة. الجهد اللي داخل للتلاجة مكتوب عليها 220، شكرا، وعلى الغسالة 220، وعلى التكييف 220، تمام؟ كلهم شغالين على ضغط منخفض اللي هو 220 فولت. التيار بقى اللي بيسحبه التكييف غير التيار اللي هيسحبه الغسالة غير التيار اللي هيسحب في التلاجة، كل واحدة من دول مصممة تسحب تيار معين، فبالتالي التوصيل على التوازي بيسحب تيار لكن الجهد ثابت القيمة. عشان كده هنلاقي الشاشة في البيت شغالة، وهنلاقي التلاجة شغالة، والخلاط عند ماما شغال، والتكييف في الأوضة شغال، مفيش أي مشكلة، لأن التلاتة أو الأربع أجهزة أو الخمس أجهزة اللي عندي في البيت كلهم شغالين في وقت واحد، الجهد بتاعهم ثابت. لكن هتلاقي الكهرباء بقى بتقل وبتضعف ليه؟ هتلاقي الأمبير بتاعي عالي شوية. ليه عالي شوية؟ لأن التيار هنا اتسحب شوية، دخلوا في الحمل الأولاني بقى اسمهم أي 1، وشويه دخلوا في الحمل الثاني اي 2، وشويه دخلوا في الحمل الثالث اي 3. امتى الثلاث تيارات دول يكونوا قد بعض يا مستر؟ لو الحمل ده اهو قيمته قد الحمل ده اهو قد الحمل ده اهو، لكن لو اختلفت الاحمال هيختلف اتجاه التيار او هيختلف استهلاك التيار، وده اللي بنلاحظه كده في الاجهزه الكهربيه واحنا شغالين في البيت عندنا. تمام. طيب في التوازي بقى التيار تجزأ لكن الجهد ثابت، دي بقى الملاحظات اللي عايزكم تدونوها معايا. والتيار الكلي بيساوي مجموع التيارات المره في المقاومات الثلاثه. يعني لو انا عايز احسب التيار الكلي هنا اقول اي 1
زائد اي 2 زائد اي 3. هناك كنت بحسب جهد في التوالي، كنت بقول في 1 زائد في 2 زائد في 3. تمام. طب تعالوا بقى نبص لشويه المعادلات دول مع بعضنا كده. قيمه التيار اللي ماشيه في الدايره الكليه هتساوي التيار اللي ماشي في الفرع الاولاني او في المقاومه الاولانيه زائد التيار اللي ماشي في المقاومه الثانيه زائد التيار اللي ماشي في المقاومه الثالثه. طب احنا من قانون اوم كده، مش احنا عارفين ان قيمه التيار بتساوي الجهد على المقاومه؟ سامع بنت واد بيقول لي يا مستر وقانون اوم ده هيفضل ملازمنا؟ قلنا من شويه قانون اوم ده هيفضل معانا لغايه لما، طول ما احنا بندرس كهرباء، طول ما احنا بندرس فني كهرباء هو ملازمنا في حياتنا. فالتيار هشيله واحط مكانه في على ار توتال، واشيل التيار واحد واحط مكانه في على ار واحد، واشيل اي 2 واحط مكانها في على ار 2، واشيل اي 3 واحط في على ار 3. مش بنتعب؟ مش بنجهد نفسنا؟ الموضوع مش حفظ كمان، الموضوع فهم ان التيار بيساوي جهد على مقاومه. خلاص. طيب لو انا قسمت على في بقى، مش لاحظت معايا ان الجهد هنا هو الجهد هنا هو الجهد هنا؟ يعني هديك مثال، لو الجهد هنا 10 هتلاقي هنا 10 10 10. تمام. فهتلاقي قيمه الجهد في الثلاث او اربع معادلات اللي قدامك دول ثابت كقيمه. فانا هعمل ايه بقى هنا يا اولاد؟ هاخده عامل مشترك او اقول بالاسم على في. لو قسمت في على في يديني واحد، وهنا هقسم على في يديني واحد، وهنا هقسم على في يديني واحد، او هاخد عامل مشترك عشان نفهمها اكتر يعني. فهيبقى لي ايه بقى؟ ان واحد على ار توتال بتساوي واحد على المقاومه الاولانيه زائد واحد على المقاومه الثانيه زائد واحد على المقاومه الثالثه. والقانون ده هوت لو طلب مني ازاي احسب قيمه المقاومه الكليه. هناك في التوالي كان مريح نفسه، كان بيقول لي هات المقاومه الكليه يا مستر، فكنت بعمل ايه؟ بجمع ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 زائد ار 4 زائد ار مليون، مش فارقه معايا. لكن هنا هنقف شويه. طب ليه هنقف بقى؟ لان انا عندي هنا المقاومه الكليه ما ينفعش اجمعها 5 زائد 8 زائد 4، لكن هقول 1 على 5 زائد 1 على 8 زائد 1 على 4 لو هو مديني 3 قيم زي اللي انا فرضتهم من دلوقتي من دماغي. يبقى انا عندي هنا المقاومه الكليه بتساوي 1 على ار توتال، 1 على المقاومه الاولى زائد 1 على المقاومه الثانيه زائد 1 على المقاومه الثالثه. وده الاختلاف الثاني بين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. طب يا مستر افترضنا زي هناك المقاومات هنا قد بعضها، يعني انا عندي 20 مقاومه والمقاومه باربعه، هاخد المقاومه من اربعه واقسم على عددهم، يبقى ار توتال بتساوي ايه؟ عدد المقاومات قيمه المقاومه على على عددهم او على مجموعهم. تمام كده؟ يديني المقاومه الكليه في حاله ان المقاومات كلها شكل بعضها يعني توأم، يعني انا عندي خمس مقاومات المقاومه باربعه، بدل ما اقول 1 على 4 زائد 1 على 4 زائد 1 على 4 واقعد اتعب نفسي كتير واوحد مقامات. طب ليه؟ طب ما انا هاخد قيمه المقاومه اللي هي 4 واقسم على عدد المقاومات اللي هو 5 مقاومات او 10 مقاومات او 8 مقاومات. يبقى القانون ده يستخدم في حاله تساوي المقاومات كقيمه. تمام كده؟ طيب افترضنا بقى عايزين نعمل الملاحظه الثالثه بين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. بيقول لي بقى المقاومه المكافئه الكليه اللي هي ار توتال في حاله التوازي اصغر قيمه في الدايره. الله، ركزوا معايا. هناك لو انا وصلت على التوالي كان بيديني اكبر قيمه في الدايره، هنا اداني اصغر قيمه، يبقى هنا هلاحظ ان التيار ايه اللي حصل له؟ برافو عليكم، هلاقي بقى هنا التيار شم نفسه وعلي، لان المقاومه حصل لها ايه؟ برافو عليكم يا اولاد، المقاومه صغرت، فبما ان المقاومه صغرت فالتيار ايه؟ كعبه هو اللي هيعلى وهيتنطط بقى في الدايره، ويقول لك انا قيمته كبيره هنا، لان المقاومه هنا مش موجوده، تكاد تكون ايه؟ صغيره جدا او تكاد تكون مهمله، تمام؟ يبقى في حاله التوصيل على التوازي قيمه التيار هتبقى كبيرة. علل ليه؟ لأن المقاومة إيه؟ صغيرة. برافو عليكم. طيب عندي حالة خاصة هنا، لو أنا عندي مقاومتين اتنين بس، خلوا بالكم بقى القانون اللي فات اللي هو واحد على الأر توتال ده يمشي مع مليون مقاومة، لكن لو أنا عندي اتنين بس، خلوا بالكم القاعدة ديت اللي هقولها حالا ما ينفعش أطبقها في قانون التوازي إلا إذا إداني في المعطيات مقاومتين بس، يعني قال لي إيه؟ دايرة مكونة من مقاومتان، خلاص يبقى آخد القانون إيه بقى؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يبقى أنا لو عندي مقاومتين والمقاومتين دول متوصلين على التوازي وعايز اجيب المقاومه المكافئه او المقاومه الكليه، هعمل ايه يا اولاد؟ بسيطه يا مستر، هضرب ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2، بالبلدي كده مجموع حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يعني لو عندي مقاومه 4 والثانيه 5، يبقى 4 في 4 في 5، برافو عليكم، على 4 زائد 5، هضربهم فوق واجمعهم تحت، والناتج اللي يطلع هو ده قيمه المقاومه. ومتى يستخدم هذا القانون؟ يستخدم هذا القانون يا مستر لو قال لي في المعطيات مقاومتين بس. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى ناخد تطبيق النهارده
عشان ناكد كلامنا على التوازي ونطلع بالديفرنت او الملاحظه او او الاختلاف اللي هيتم في الدائره الكهربيه. بيقول لي عندي ثلاث مقاومات، واحده بخمسه، واحده بخمستاشر، واحده بتلاتين اوم، وصلت على التوازي بمنبع برضه جهده 10 فولت. عايز يحسب المقاومه الكليه اللي هي المقاومه المكافئه، وعايز يحسب التيار. انا بقى كده برافو عليكم، انا سامع اجابات كده كتيره وشايف ناس رافعه ايديها كده وتقول لي يا مستر هنجاوب هنجاوب اهوت. جاوبوا بقى معايا، مش احنا هنا التوصيل على التوازي؟ هقول بقى ايه؟ اوعى تقول لي 5 زائد 15 زائد 30، ده لو قال لي توالي، لكن هنا قال لي ايه؟ قال لي توازي، فهعمل ايه؟ برافو عليكم، هقول 1 على 5 زائد 1 على 15 زائد 1 على 30، هوحد المقامات واشتغل بقى شغل رابعه ابتدائي عامل مشترك اكبر ووحد المقام، هيطلع ناتج هو ده قيمه المقاومه على التوازي. تمام. طب لو عايز يحسب التيار مش هنروح بعيد، ما احنا خدنا قانون اوم بيقول لي ان اي تيار في الدنيا بيساوي الجهد على المقاومه. تعالوا بقى كده نشوف الراجل حلها لنا ازاي. قال لي ار 1 ب 5 وار 2 ب 15 وار 3 ب 30 والجهد الكلي اللي ماشي في الدايره 10 فولت. طالب مني ايه بقى؟ طالب مني ار توتال اللي هي المقاومه المكافئه، عايز قيمه التيار الاولاني اللي ماشي في الفرع الاول، عايز التيار اللي ماشي في الفرع الثاني، عايز التيار اللي ماشي في الفرع الثالث، عايز اي توتال اللي هي اي الكليه. طيب انا عندي قانون بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انا شغال توازي، اذا المقاومه الاولانيه 1 على 5، المقاومه الثانيه 1 على 15، المقاومه الثالثه 1 على 30، هنا هوحد المقام ب 30 لان انا هاخد العامل المشترك الاكبر واقسم 30 على 5، برافو عليكم يديني 6، و30 على ال 15 يديني 2، و30 على ال 30 فيها الواحد، هجمع 6 و2 8 و1 9، يبقى الناتج هيطلع ب 9 على 30. طب الناتج اللي هيطلع ب 9 على 30 اقول على ال 3 فيها 3، على ال 3 فيها ال 10، يطلع الناتج 3 من 10. لغايه كده انا حليت؟ لا يا مستر، هو عايز ار توتال ولا 1 على ار توتال؟ برافو عليكم، يبقى ار توتال هتساوي كام بقى؟ 3 و3 من 10. جت منين دي يا مستر؟ ده انت قلت لنا الناتج هيطلع ب 3 على 10 يعني 3 من 10. هنا بقى هنشقلب او نعمل حاجه عندنا في الرياضه، طرفين في وسطين، يعني هقول 1 على ار توتال بتساوي 3 على 10، يطلع الناتج 3 و3 من 10 او 3 وثلث زي ما بيقولوا. بس القاعده دي عايزكم تفهموها كويس، انا عايز المقاومه الكليه اللي احنا بنقول عليها ار توتال، فبما اني عايز ار توتال هشقلب الناتج، يبقى بدل ما الناتج 3 على 10 هيبقى 10 على 3. اوعى الناتج اللي يطلع في التوازي تنزل بيه في حل المساله، لازم تشقلبه، بدل ما هو 3 على 10 يبقى 10 على الايه؟ على 3، يطلع الناتج 3 و33 من 100 او 3 وثلث. تمام؟ طيب لو عايز يحسب التيار، اي تيار في الدنيا بيساوي الجهد على المقاومه، الجهد ب 10 والمقاومه الاولانيه ب 5، لما اقسم 10 على 5 يديني 2 امبير. طب لو عايز احسب التيار اللي ماشي في الفرع الثاني، هقسم الجهد على المقاومه الثانيه، يديني 10 على 15 تطلع ب 66 من 100، الاي 3 برضو الجهد على المقاومه الثالثه، يعني 10 على 30 يطلع 33 من 100. لو عايز اجيب الجهد الكلي بقى، هقسم الجهد على المقاومه الكليه يطلع 3 امبير. طب خليكم بقى معايا كده عشان ناخد الملحوظتين دول، لان انا حسيت كده ان احنا هنتوه شويه. احنا لغايه دلوقتي التوالي تقريبا كده هضمناه مع بعضنا وقلنا التطبيق بتاعه وكتبنا الملاحظات، تعالوا بقى نطبق الكلام اللي قلناه في التوازي مع بعضنا شويه. احنا قلنا التوصيل على التوازي عشان يتم صح بوصل بدايات مع بعضها ونهايات مع بعضها، ده اول ملحوظ. الملحوظه بقى الثانيه اللي لاحظناها واحنا شغالين في المساله او شغالين في القوانين اللي خدناها، ان المقاومه الكليه ما ينفعش اقول ار توتال بتساوي، لازم اقول 1 على ار توتال، لان لما ثبتناها رياضه عرفنا ان الجهد على المقاومه يديني قيمه التيار، فبالتالي لما قسمنا على الجهد او خدناه عامل مشترك في المعطيات اللي في اثبات القانون طلع لي ان 1 على ار توتال او 1 على المقاومه الكليه بيساوي 1 على المقاومه الاولانيه زائد 1 على المقاومه الثانيه زائد 1 على المقاومه الثالثه، لغايه كده زي الفل. طيب هنا بقى هشتغل في المسألة اللي كانت جاية 5 و15 و30، هقول 1 على 5 زائد 1 على 15 زائد 1 على 30 هيطلع ناتج، اوعى إيه الناتج اللي طلع ده اهو تقول لي هو ده حل المسألة، لا شقلبه. يعني ايه شقلبه يا مستر؟ مش انت عايز ار توتال يبقى طرفين في ايه؟ في وسطين اكس كده، فبدل ما تتعب نفسك لو طلع الناتج مثلا 10 على 3 يبقى الحل 3 على ايه؟ على 10 والعكس. تمام؟ طب دي أول ملحوظة يا مستر، الملحوظة الثانية اللي لاحظناها إيه؟ لو طلب مني التيار، هنا مش هجيب التيار مرة واحدة، ده أنا هجيبه ثلاث مرات، ليه بقى؟ لأن أنا عندي قاعدة في التوازي بيقول لي إن التيار اتجزأ، وبما أن التيار اتجزأ يبقى التيار دخل على المقاومة الأولانية له قيمة. لو أنا جبته بقى هجيبه إزاي؟ برضه قانون أوم يا مستر، يا تاني يا مستر ورانا ورانا، أه ورانا ورانا، مش قانون أوم بيقول لي إن التيار بيساوي الجهد على المقاومة؟ طب ما أنا عندي الجهد ب 10
والمقاومه الاولانيه ب 5، فاقسم 10 على 5 يطلع 2 امبير، يبقى المقاومه الاولانيه سحبت 2 امبير. طيب الثانيه الفرع الثاني كان فيه مقاومه كام؟ برافو عليكم 15، هقسم برضو 10 على 15 هيطلع تقريبا 66%. هقسم في المقاومه الثالثه اللي كانت ب 30، فاقسم 10 على 30 هيطلع 1 على 3، يعني برضو رقم حوالي 1.3 او رقم صغير. لاحظنا ايه؟ لاحظنا هنا ان المقاومه عليت التيار قل. خلوا بالكم المقاومه لما كانت عاليه يعني ال 30 الناتج طلع ب 6، لكن لما المقاومه كانت ب 5 التيار طلع ب 2. ليه بقى؟ لان المقاومه كانت 5 اوم والثالثه كانت 30 اوم، فعشان بقى ندلل على الكلام اللي بنقوله رياضه وكهرباء وفيزياء وقانون اوم كل ده يربطوا ببعضه كده، ان التيار لو زاد اعرف ان المقاومه قليله والعكس. النقط دي بقى عايزكم تدونوها قوي قوي. نطلع بقى بخلاصه الكلام في حاله التوصيل على التوالي، في حاله التوصيل على التوازي، قلنا المقاومه هنا بجيبها ازاي؟ بقول 1 على المقاومه الاولانيه زائد 1 على المقاومه الثانيه زائد 1 على المقاومه الثالثه. بجيب التيار هنا برضو نفس الكلام، بقول الجهد على المقاومه الاولانيه يديني التيار اللي في الفرع الاولاني، والجهد على المقاومه الثانيه يديني التيار في الفرع الثاني، والجهد على المقاومه الثالثه يديني التيار في الفرع الثالث. لو جمعت بقى التيارات دي يديني التيار الكلي، قال لك ممكن اجيبه من قانون ثاني، اقول ان التيار الكلي اللي ماشي في الدايره بيساوي الجهد الكلي على المقاومه الكليه، يعني الجهد الكلي اللي كان موجود عندنا ب 10 على المقاومة الكلية اللي احنا جبناها 3.3 او 3.3 يطلع الناتج عندنا بالامبير. هلاحظ هنا الاتي، ان في حالة التوصيل على التوازي التيار قيمته زادت لان المقاومة قلت، فبالتالي لو انا عايز اقل قيمة للمقاومة اوصل، برافو عليكم، اوصل توازي، ولو عايز اكبر قيمه للمقاومه اوصل توالي. وهنا بقى الحته بقى بتبين البنت الشاطره والواد الشاطر في المسائل اللي زي دي. لو انا عندي مجموعه مقاومات قدامي كده مرميه قدامي على البنش في الورشه او في المعمل، والمقاومات دي كلها متفرطه كده قدامي، وجه المستر قال لي في المدرسه انا عايز اكبر قيمه، على طول اخد بدايه بنهايه، برافو عليكم، اخد المقاومه دي، ما كل مقاومه لها رجلين كده يعني لها بدايه ونهايه، هاخد البدايه دي مع البدايه دي والحم، والبدايه دي مع النهايه دي وهكذا لغايه لما اعملهم زي الفرع كده اللي انا بلبسه، واروح جاي موصلهم بالمنبع، هيديني اكبر قيمه للمقاومه. لكن لو انا عندي مجموعه نفس المقاومات وخدتهم على التوازي، خلوا بالكم، يعني لو انا جبت المثال الاولاني بتاع التوالي اللي هو كان 200 و300 و500 اداني قيمه كبيره قد كده اهوت اللي هي 1000. لو انا جبت الثلاث مقاومات اللي هم ال 200 وال300 وال500 دول ووصلتهم على التوازي هيديني قيمه قليله جدا جدا. ازاي يا مستر؟ ما هو رياضه، ما انا هقول 1 على 200 زائد 1 على 500 زائد 1 على 300 ووحد المقام هيطلع الناتج صغير جدا. شوف التوالي كانت 1000 كانت حاجه كبيره، لكن في التوالي مع انهم هم المقاومات يعني القيمه واحده، يعني دي 200 ودي 200، دي 300 ودي 300، دي 500 ودي 500، بس لو انا خدتهم على التوالي يعني بدايه بنهايه هيديني قيمه كبيره، اذا التيار هيقل. تمام؟ مع ان لو جبت الثلاث مقاومات دول وربطتهم على التوازي هيديني قيمه تيار، ركزوا بقى، هيديني قيمه تيار ايه؟ عاليه جدا، برافو عليكم، لان المقاومه ايه؟ هتقل. خلوا بالكم النقط دي بقى اللي عايزكم تدونوها ورايا وتلاحظوها قوي قوي. يبقى احنا كده خلصنا التوالي والتوازي، فاضل حته صغيره كده في التوازي يا مستر قبل ما نخش بقى على التوصيل على التضاعف، اللي هي ايه بقى؟ لو اداني مقاومتين اتنين بس، تعالوا بقى نشوف المثال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي وصلت مقاومتين، المقاومتين دول كل واحده 40 اوم على التوازي. هنا بقى ممكن واحد شاطر كده يقول ايه؟ طب ما يا مستر هقول 1 على 40 زائد 1 على 40 هوحد المقام ب 40 يبقى 2 على 40 اشقلب يبقى 40 على 2 فيها ال 20، انا كده حليتها يا مستر، برافو عليك. وممكن بنت تقول لي ايه؟ طب ما انا يا مستر عندي قاعده بتقول لي ايه؟ ان انا هاخد انت لسه قايل لنا لو كانوا مقاومتين يبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، برافو عليك، هو ده يمشي صح وده يمشي صح. ولو على فكره كل الطرق بتروح روما زي ما بيقولوا كده، يبقى انا هقول المقاومه الكليه هنا بتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، مش المقاومه ب 40 يبقى 40 في 40 على 40 زائد 40 يديني 20 اوم اوتوماتيك كده على طول. يبقى انت لسه قايل لي يا مستر لو قلت 1 على 40 زائد 1 على 40 هيديني برضو ال 20، انت كده صح وعايز تطبق في القانون ده برضو صح، وكل الدنيا هتوصلني لل 20 اوم. اذا حل هنا صح وحل هنا صح، بس انا بفضل استخدم القانون ده، هو سهل جدا في تطبيقه لو انا عندي مقاومتين ومتوصلين على التوازي، لكن لو زادوا عن مقاومتين العب بقى في توحيد مقامات وقول لي 1 على ار 1 1 على ار 2 واشتغل بقى شغل رابعه ابتدائي، واوعى تاخد العامل المشترك الاصغر، خد العامل المشترك الاكبر. هفكرك بالمساله لما جيت خدت الخمسه وال15 مع ال30 خدت المقام ال30، لان واحد يقول لي طب ما انا ممكن اخد الخمسه ما بتقبل اسم، بس اما اقسم 5 على ال30 غير لما اقسم ال30
30 على 5، عايزكم تركزوا قوي شغل رابعه ابتدائي ده، فكروا بقى كده وانتوا قاعدين واشتغلوا رياضه على قد ما تقدروا عشان نشتغل. نخش بقى على التوصيل الثالث اللي هو بيقول لي ايه بقى، التوصيل على التضاعف اللي احنا بنقول عليه التوصيل المركب او توصيلة الكوكتيل. التوصيل ده عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن مجموعه شغاله توالي ومجموعة تانية شغالة على التوازي. يعني ايه يا مستر مجموعة شغالة على التوالي وشغالة على التوازي؟ يعني بيجي لك دايرة كهربية كده كوكتيل، زي كده ما بنمسك في البيت عندنا نخبط المانجا مع الفراولة مع الموز، كل ده تضربه كده ببعضه ده انا بشرب كوكتيل. هو نفس الكلام هنا، الراجل مش جايب لك التوالي لوحده ولا جايب لك التوازي لوحده، لا ده جايب لك فرع توازي مع فرع توالي مع فرعين مش عارف ايه، كل ده في دايرة واحدة. فبعمل ايه؟ خطوات حل المسألة دي ما بتعتمدش على انك تحفظ قانون زي ديكن. التوالي انت عرفت بتطبق في قانون ايه، والتوازي عرفت تطبق في قانون ايه، لكن المركب ده هنا بتعتمد على فهمك للمسألة. ازاي يا مستر بنحلل المسألة ازاي؟ اول خطوة بتعملها في التوصيل المركب هات التوالي لوحده وخلصه في الدايرة، والتوازي لوحده وخلصه في الدايرة، واجمع الاتنين مع بعض. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو عندي مثلا دايرة كهربية فيها 3 مقاومات على التوالي وفيها كمان 3 مقاومات على التوالي والاثنين مع بعض توازي، يعني متخيلين معايا فرع فيه 3 مقاومات وفرع فيه 3 مقاومات والاثنين بدايات مع بعض ونهايات مع بعض وطلع بكهرباء. ركز تمام، انا عايز بقى التخيل بتاعنا، احنا بندرس ماده هنا برضو اسمها رسم فني، فعايز الخيال بتاعكم يبقى ايه معايا لما اعملها كده على الهوا، يبقى انتوا فاهميني تمام زي الفل. طيب الثلاث مقاومات اللي فوق دول كانوا توالي فهجمعهم، برافو عليكي، والثلاث مقاومات اللي تحت هجمعهم وهم توالي، الاخر هتلاقي ان الفرع الاولاني طلع مقاومه مكافئه واحده والفرع الثاني طلع مقاومه مكافئه واحده والاثنين مع بعض ايه توازي. كم مقاومه؟ 2. عندي قاعده بتقول لي لو الفرع توازي يبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يبقى انا هنا في المساله مش هنتعلم او مش هنفهم خاصيه واحده تبرمج المسألة، أنا عايز بقى التفكير بره الصندوق زي ما بقول، الدالة هتجيلك مش كل دوارة مركبة هتيجي اسطمبة واحدة، لكن التوالي كله اسطمبة واحدة، التوازي كله اسطمبة واحدة، مرة يجي 3 يجي 4 يجي 2 مش فارقة معايا، لكن المركب بقى مرة يجي لي شكل على بعض كده كلكيعة كده متوصلة توالي وجنبها توازي وشوية توالي داخلين في توازي، بتعمل إيه بقى؟ بتحلل الدايرة. يبقى أول خطوة بنحلل الدايرة، بنفصل التوالي لوحده ونجيب قيمة المكافأة والتوازي لوحده ونجيب قيمة المكافأة، فبافتراض ما لقيت فرع كله توالي وفرع توالي والاثنين مع بعض توازي، أو العكس ده توازي وده توازي والاثنين مع بعض توالي، بنعمل إيه؟ بنجمع ده على قانونه على تواليه أو توازيه، ونجمع ده على قانونه توالي أو توازي، وناخد القيمة المكافأة، القيمة المكافأة اللي هنا طلعت وهنا قيمة مكافأة طلعت، بشوف بقى القيمتين المكافئتين دول متوصلين في الدايرة إيه؟ لقيتهم توالي بشتغل على قانون التوالي، لقيتهم توازي بشتغل على قانون التوازي. طب يا مستر الحاجات دي كده احنا زي الفل معاك اهوت وفاهمينها نظري، تعالوا بقى بينا نطبقها مساله عشان الدنيا ما تتوهش مننا. فهشوف دي الاول خطوات الحل ايه او يعني ايه توصيل على التضاعف. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي التوصيل المركب في هذه الحاله يكون لدينا مجموعه او اكثر متصل على التوازي ومجموعة أو أكثر متصل على التوالي. يعني أنا عندي مجموعة مقاومات زي ما قلت لك كده كوكتيل، شوية توالي وشويه توازي، بنعمل ايه بقى؟ قال لي بربط المجاميع ارتباطا متواليا ومتوازيا. يعني ايه كلام المستر ده؟ الكلام المعقد ده فيه ايه الكلام ده كله؟ يعني خلاصه الكلام انا بجيب المقاومه الكليه لكل مجموعه على حده. الكلام اهو بقى زي اللي احنا قلناه، بنعمل ايه؟ بنجيب المجموعه الاولانيه لوحدها سواء كانت توالي او توازي، والمجموعه الثانيه لوحدها سواء كانت توالي او توازي، والاخر اربطهم مع بعض بقانون الدايره المكافاه النهائيه اللي هو لو كانت توالي يبقى اجمعهم، لو كانت توازي اقول واحد على الأولانية زائد واحد على التانية زائد واحد على التالتة. طب يا مستر وضح لنا بقى بمثال. بيقول لي في الدايرة الموضحة أمامك احسب المقاومة المكافئة. أنا جبت لكم دايرة سيمبل كده صغيرة حاجة بسيطة كده عشان بس التوازي والتوالي نشوفهم. الجدع بقى والبت الشاطرة كده الشطورة والواد الشاطر يقول لي وده توصيل مركب يا مستر؟ أه طبعا توصيل مركب. طب اثبت لي إن هو مركب. شايفين الفرع التاني ده كام مقاومة؟ اللي هي الـ 12 والـ 8 دول توالي. برافو عليكم. لكن المقاومه ار واحد دي لوحدها قول لي هي تبقى 30. خلوا بالكم بقى هجيب الاثنين دول مع بعض توالي. ازاي يا مستر؟ برافو عليكم. هجمع 12 مع 8 يبقى المقاومه دي بكام؟ ايوه كده 20. ال 12 زائد ال 8 يبقى المقاومه دي بقت بكام؟ ب 20. ال 20 مع ال 30 خلوا بالكم بقى انا عايزكم تتخيلوا، المقاومه ار 2
وار 3 هنشيلهم خالص من الدايره ونرميهم بره ونحط مقاومه جديده اسمها ار توتال 3 و2 اللي هي 20 اوم. وجت منين 20 اوم؟ ما انت لسه قايل لي التوصيل على التوالي بجمع المقاومه الاولانيه زائد المقاومه الثانيه، فبالتالي هقول 12 زائد 8 يديني كام؟ 20. يبقى ال 30 مع ال 20 توازي. خدنا قاعده بتقول لي لو عندي مقاومتين على التوازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يبقى 30 في 20 على 30 زائد 20 يديني الناتج. اهو الراجل هنا عمل ايه؟ جاب المقاومه المكافئه ال 2 و3 طلعت ب 20. رجع هنا عمل ايه؟ قال لي المقاومه ار 1 اللي هي كانت فوق ب 30 مع المحصله بتاع الاثنين التوالي طلعوا على التوازي، يبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. فعمل ايه بقى هنا الراجل؟ قال لي والله هاخد ال 20 اللي طلعت من المقاومه 12 و8 هضربها في ال 30 اللي كانت فوق لوحدها على مجموعهم 20 زائد 30 يطلع الناتج 12 اوم. بكده حققت القاعده اللي بتقول لي ان انا عندي النهارده اشتغلنا توصيل توالي واشتغلنا مع بعضنا توصيل على التوازي، خدنا الفرق الصغير كده بين التوالي ايه والتوازي ايه، عرفنا ان في حاله التوالي الجهد بيتجزأ لكن التيار ثابت فالمقاومه بتكبر، في حاله التوازي المقاومه بتصغر فالتيار بيعلى فالجهد ثابت القيمه. دي بقى النوتس اللي قلت لكم ايه لاحظوا بيه. في حاله التوالي يا اولاد لما اشتغلنا مع بعضنا قلنا ان واحد على ار توتال، لا يا مستر ده في حاله التوالي بجمع جمع مسطره عادي خالص، بقول ار توتال بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. فبالتالي انا كده وصلت معاكم ان احنا النهارده ان شاء الله اشتغلنا على التوصيل التوالي والتوازي والمركب، وتسعيد جدا بيكم النهارده، اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله كتيره. كل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لي.